الأكل المارد من 10 سنين. أول حاجة بيبدأ الحبوب في وشي بتطلع، الحبوب جامدة قوي، وبعد كده بقى رجليا بقى بتوجعني. ما باجي مثلا اجي اوطي حاجه من الارض ما بقدرش. بعد مثلا قبليها بيومين اقعد اعمل حمام كتير، بعد اول ما بتنزل بطني بتتنفخ، ما بقاش قادره خلاص. بالنسبه للبول بيتقطع عني، بيقعد بكام يوم، ساعات ما بعملش. ممكن لو عملت اعمل نقطه على طول. بقى الوجع، وجع على طول بيركز قوي في جنبي الشمال وفي رجلي، بحس ان انا ببقى عامله زي المشلوله، ببقى عايزه ان انا اقطعها. وجع في ثدي، ما بقدرش ان انا اقعد جنب اي حد، مش عايزه اروح في اي حته من كتر الوجع، بفضل على طول قاعده في البيت. ضوافر ايديا بتحرقني جامد، مثلا ريحتي بتبقى مش حلوه، شعري راسي بيقع، كل حته في جسمي بتوجعني. وخدت علاج كتير قوي ما جابش نتيجه، ببقى عايشه دايما على المسكنات، بطلت تعمل لي اي حاجه. رحت لدكاتره كتير وخدت علاج كتير بس ما جابش نتيجه، كان بيقولوا لي خدي برشام قبلها بثلاث ايام اربع ايام كنت باخده، ما كانش بيجيب نتيجه. جيت هنا عشان شفت الدكتور بيقول الاعراض اللي عندي، فانا كذا حد يقول لي لا بلاش تروحي، انت انسه هتتعبي بعد كده، وممكن لا قدر الله يشيلوا الرحم مش عارفه ايه. كان ساعات بيخوفوني، بس لما شفت الدكتور بيحكي الحاجات اللي انا بحس بيها، فاخدت قرار ان انا لازم اجي واشوف واطمن على نفسي واقول له على الوجع اللي انا فيه، ان بحس ان انا يعني ارتاح شويه.